لما الكأس اليوم نيابة عن أبناء وأنجال جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، حياك الله سمو الأمير، رحب فيك اليوم في ميدان الملك عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على وضع هذه الكؤوس التي هي تشريف لها أن تحمل أسماء الملوك. صحيح. وبالتالي كأس الملك فيصل يشرفني أيضا أن أكون أنا الذي قدمه نيابة عن شقيقي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وتهنئتي للمنديل كلهم على هذا الفوز العظيم في هذا السبق العظيم، والذي يذكرنا بأن الملك فيصل الله يرحمه هو من أسس نادي الفروسية. صحيح. في المملكة العربية السعودية، وهو الذي زرع البذرة، ونرى الحمد لله أنها نبتت وأينعت، وإن شاء الله هذه قطافها اللي احنا نقطفها الآن من هذه الكؤوس العظيمة. الحمد لله. الفيصل رحمه الله له أفضال كبيرة على أمتيه العربية والإسلامية وعلى الشعب السعودي، وبالتأكيد أن مناقب الراحل رحمه الله كثيرة، ولعل حبه أيضا للفروسية جعل منها عشق اليوم حتى أصبحت صناعة، ووجود كأس عالمي باسم كأس السعودية الأغلى على مستوى العالم. بسم الله. هذا شيء صحيح، حبه للفروسية كان لا يقاس، وكان يروي لنا الله يرحمه بسباقاته التي كان يخوضها إن كان في الرياض ولا في أماكن أخرى على وقت الملك عبد العزيز الله يرحمه. كان عنده فرس اسمها الشوشلية، كانت مشهورة بسبقها، وكان هو يركبها ويفوز بها على السباقات. ما شاء الله. سمو الأمير، اليوم وجود كرنفال كؤوس الملوك بنسخته الخامسة أعطى يعني زخم كبير لرياضة الفروسية، خاصة بوجود أبناء الملوك وأولياء العهود في ميدان الملك عبد العزيز، وتواصلهم بالتأكيد مع المجتمع الفروسي. وهذا صحيح، وشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، الذي هو كان صاحب الفكرة. صحيح. الأساسية لهذه الكؤوس. فنتمنى إن شاء الله التوفيق للباقين، وإن شاء الله في العام القادم يكون هناك كؤوس أخرى إن شاء الله. بإذن الله. احنا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق سمو الأمير، وإن شاء الله نجدكم إن شاء الله في سنوات قادمة وأنتم بمفور الصحة والعافية. بإذن الله. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام.